10 ظهرا في القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، ساعة إخبارية شاملة. أهلا بكم. أهلا بكم. والبداية بأهم العناوين. اجتماع في واشنطن اليوم بمشاركة وزراء الخارجية والري من كل من مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. اجتماع اليوم لمجلس الأمن بدعوة من بريطانيا لبحث تجدد المعارك في اليمن. وباء كورونا يواصل تفشيه في الصين، وبكين تسجل أول حالة وفاة، والسلطات تتخذ إجراءات استثنائية للسيطرة على الفيروس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. يعقد اليوم في واشنطن الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان وإثيوبيا لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي. ويشارك وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث في الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين بهدف التوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع جاستن موتوري رئيس الجمعية الوطنية الكينية والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا. وأشاد مدبولي خلال اللقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد زخما متزايدا وزيارات متبادلة من مسؤولي البلدين. من جانبه أعرب جاستن موتوري رئيس البرلمان الكيني عن سعادته بمستوى التطور الجاري في العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، كما أعرب عن تقدير كينيا للدور المهم الذي قام به الرئيس السيسي لخدمة قضايا العمل الإفريقي المشترك خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي. لليوم الثاني على التوالي تتواصل جلسات مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي الذي بدأ أعماله أمس بالقاهرة. وكان الرئيس السيسي قد طلب في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر بأن تولي أهمية لتجديد الخطاب الديني. بحضور دولي كبير انطلق المؤتمر العالمي للأزهر الشريف والذي جاء تحت عنوان مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي. وفي كلمات الرئيس السيسي التي ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التي أعرب فيها عن تطلع الرئيس إلى أهمية تطوير الخطاب الديني لدعم مسيرة الأوطان العربية والإسلامية وبث روح العمل والجد والمثابرة. لقد طالبت المؤسسات الدينية منذ عدة سنوات وفي مقدمتها مؤسسة الأزهر الشريف بأن تولي موضوع تجديد الخطاب الديني أهمية قصوى، وأكدت لهم أن التقاعس والتراخي في هذه المهمة من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم وأشباه العلماء من غير المتخصصين ليخطفوا عقول الشباب ويزينوا لهم استباحة القتل والنهب والاعتداء على الأموال والأعراض ويدلسوا عليهم أحكام الشريعة السامحة وينقلوا لهم الفهم الخاطئ المنحرف في تفسير القرآن الكريم والتشويه المتعمد للسنة المطهرة. خلال المؤتمر أيضا قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن الإسلام ظل مع التجديد دينا قادرا على تحقيق مصالح الناس وإغرائهم بالأنموذج الأمثلي في معاملتهم وسلوكهم بغض النظر عن أجناسهم وأديانهم ومعتقداتهم. قرر الأزهر الشريف إنشاء مركز دائم باسم مركز الأزهر للتراث والتجديد يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها، كما يضم مجموعة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجالات المعرفة ممن يريدون ويرغبون في الإسلام في الإسهام في عملية التجديد الذي ينتظره المسلمون وغير المسلمين أيضا. فهذا المؤتمر بقضاياه المطروحة يعالج أمورا تمس الحاجة إليها، وإن استشعر الأزهر بمشيخته وعلى رأسهم سماحة الإمام العلامة لا يدل دلالة واضحة على أن علماء هذه الأمة لا يعلون جهدا في البحث عما ينفع المسلمين بل والأمة جمعاء،
ويناقش مؤتمر الأزهر الشريف تحديات التجديد وعلى رأسها ما يشيعه البعض من تكفير الأئمة واعتزالها في الخطاب الدعوية وتقديس الجماعات الإرهابية للفردة واستخدام الشعارات الدينية لتحقيق أغراضها ومناقشة دموية الفكر الإرهابية. الذي نتمناه من هذا المؤتمر أن نصل إلى القواعد والوسائل والوسائط التي في عصرنا الحالي تساعد على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب. قد عانى العالم الإسلامي وغير الإسلامي من هذه الأفكار السيئة، ولذلك نرى أن هذا الخطاب وهذا المؤتمر في وقته، ونتمنى أن نسمع هنا أفكارا جيدة وسديدة، خاصة أن المقيمين بهذا الأمر المهم هم مشيخة الأزهر. التجديد سنة كونية يستوعبها الدين الإسلامي، إذن فالمسؤولية تقع على عاتق رجال الدين المستنيرين، وها هو الأزهر يحمل لواء التجديد من خلال مؤتمره العالمي للتكتف وتصحيح الأفكار المغلوطة التي تنتهجها الجماعات المتطرفة. رمضان المطعني، النيل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل رمضان المطعاني. رمضان، بعد التحية، كيف تتابع فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأزهر العالمي؟ وبالتأكيد أبرز التطلعات هي تجديد الخطاب الديني وربما تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة في هذا الإطار، وفق ما أيضا أفاد التقرير في ختام. نعم، انطلقت أعمال اليوم الثاني مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي بتنظيم الأزهر الشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان اليوم محدد انطلاق ثلاث جلسات، كانت الجلسة الأولى وهي الخاصة بآليات هذا التجديد وكيف يمكن أن يطبق التجديد دون الإخلال بالثوابت الخاصة بالدين الإسلامي، الشريعة أو سواء الأحكام. كانت الجلسة الأولى بها الكثير من المناقشات التي كانت مداخلة للدكتور محمد القشط رئيس القاهرة، ورد عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف حول التراث التجديد، وربما تطرق البعض إلى إلغاء هذا التراث، وكان هناك سجال في الرد بين هنا وهناك، ولكن كان الاتفاق والكلمة الأخيرة لشيخ الأزهر الشريف بأن التراث من الأساس يحث على التغيير، وأن لكل عصر له معاملاته، لأن الإسلام ثابت في أحكامه ومتغير بحسب تطور الحياة في بعض الأمور الحياتية والأمور الفقهية. أيضا بعد هذه الجلسة مباشرة كانت هناك الجلسة الأخرى الخاصة بالأمن الاجتماعي، والتي فيها العديد من العلماء من الدول العربية ومن مصر ومن أيضا من قارة آسيا. سوف تدور المناقشات على هذه المحاور، آلية التجديد وما هي شروط التجديد، وكيف يمكن أن يكون هناك دور للمؤسسات الدينية والمؤسسات الأكاديمية والدولية في تجديد الفكر الإسلامي. اليوم سوف تشهد ثلاث جلسات، وستكون هناك توصيات للمؤتمر في مؤتمر لفضيلة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب في تمام الساعة 4 من مساء هذا اليوم بإذن الله. إذن عدم مساس بالثوابت والحرص على إجراء ما يلزم لمكابة التحديات الراهنة وكثير من هذه التحديات المحتقة بعالمنا الإسلامي. أشكر جزيل الشكر رمضان المطعاني متابعا لفعاليات المؤتمر. قام وفد من شباب المصريين بالخارج بزيارة أكاديمية الشرطة بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم. تأتي الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على تعميق روح المواطنة والانتماء ومد جسور التواصل مع أبنائها بالخارج لتعزيز مشاعر الولاء اعتزازا بالهوية المصرية. داخل
أكاديمية الشرطة يتم إعداد الكوادر الشرطية وفقا لأحدث الآليات في مجال التدريب الأمني، وللاطلاع على كيفية إعداد هذه الكوادر وفي إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، استقبلت الأكاديمية 48 من شباب الأسر المصرية المقيمين باستراليا برفقة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث تفقدوا مرافق ومنشآت وكيانات الأكاديمية واطلعوا على ما تزخر به من إمكانات لوجستية وبشرية جعلها قبلة التدريب الأمني المتخصص على المستويين الإقليمي والدولي، مع إيضاح الجهود المبذولة لإعداد طلاب الشرطة بأسلوب عصري. الأولاد اللي ورايا دول مش بس إن هم جايين يتفرجوا، إنما جايين يتكلموا في الخارج. لما بنتكلم عن مصر دولة الأمن والأمان، لازم يعرف إن رجل الشرطة اللي واقف في كل ميادين الدولة وفي كل شوارع الدولة إزاي بيحافظ على أهله اللي موجودين في الداخل. هو برا مطمن عليهم لأنه عارف إنه رجال الشرطة هنا قادرين إن هم يحموا الدولة داخليا. الأكاديمية الشرطة النهاردة اللي احنا زرناها النهاردة أكاديمية كبيرة قوي، من أحسن أكاديميات في العالم. شفنا النهاردة إن الناس بتيجي من بلاد تانية، الطلبة بيجوا من بلاد تانية هم يتعلموا مننا المصريين. وقد تضمن برنامج الزيارة مشاهدة ميدان تدريب الدفاع عن النفس والقرية التكتيكية وميادين التدريب الفني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة، وعروض الطلبة في فنون الرماية ومهارات فك وتركيب الأسلحة، بالإضافة إلى أبرز الأساليب التدريبية الأمنية التي تعتمد على توظيف معطيات التقنيات الحديثة لتنمية القدرات والمهارات الأمنية للطلبة. مستوى التدريبات والحاجات اللي شفناها والكلاسز اللي كانوا بياخدوها هنا وبيجوا من بلاد تانية عشان يدرسوا هنا في مصر، يعني خلتني أعرف إن مصر حاجة كبيرة مش صغيرة في أفريقيا وفي العالم. القدر خلاني أعيش برا، أنا ما اخترتش أعيش برا، بس لو أنا كانت ظروفي مختلفة حيكون لي أعلى الشرف إني أكون في موقف أدافع عن أمن بلدي واستقرارها، لأنه دي حاجة يعني أنا أحبها جدا وفخورة بيها. كما شاهد الزائرون العروض المتميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وكتائب خيالة كلية الشرطة، وأشادوا بالجهود المبذولة في إعداد رجل أمني عصري وما تنعم به مصر من أمن وأمان. من اللي شفناه النهاردة واللي شفناه على مدار 7 أيام اللي فاتوا إن مصر دي فعلا أمان، والشرطة بتشتغل وبتدي كل يعني جهدها إن تحمي مصر وتحمي شعب مصر. فأنا سعيد جدا إن الرسالة دي هتوصل إن شاء الله لشبابنا في أستراليا، وكمان شبابنا اللي هو اصلا مش من اصول مصريه هيعرف ان في امن في مصر، والطريقه والتقنيات الحديثه اللي موجوده هنا في الاكاديميه ورتنا ان مصر متقدمه جدا جدا. اول مره جيت كنت مع عيلتي فهم الامان بتاعي، بس المره دي جيت لوحدي يعني I feel very safe، وانا فخوره قوي اني اقول على نفسي ان انا مصريه. مثل هذه الزيارات تنمي لدى أبناء الجاليات المصرية بالخارج قيم الولاء والمواطنة والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الذي ينعم بالأمن والاستقرار. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. أقامت وزارة الداخلية معرض أجهزة الشرطة والمعدات الأمنية في إطار احتفالاتها بأعياد الشرطة، حيث يضم المعرض أحدث المركبات والدرجات الحديثة في التعامل مع الأحداث الأمنية الطارئة بحضور عدد من كافة مؤسسات المجتمع والمواطنين وأسر الشهداء. لمزيد من المتابعة معنا مباشرة من أكاديمية الشرطة مراسل النيل أحمد ممدوح. أحمد، يعني حدثنا عن متابعتك لفعاليات معرض وزارة الداخلية للمعدات والأجهزة الأمنية والشرطية. نعم، أتحدث إليكم الآن من داخل أكاديمية الشرطة، حيث تقيم وزارة الداخلية معرض الأجهزة الشرطية والمعدات الأمنية في إطار احتفالات عيد الشرطة بعيدها القومي. يمكن هناك استخدامات في سيارات
كانت مجهزة بأحدث الإمكانيات الشرطية والمركبات والدرجات النارية الحديثة والتي تساعد رجل الشرطة المصري في تنفيذ مهامه الأمنية. يمكن هذا المعرض أيضا يأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية لطلاب أكاديمية الشرطة وتنمية مهاراتهم الأمنية في التعامل مع التحديات الأمنية الطارئة والمواقف التي قد تحدث داخل البلاد في الدفاع عنها. يمكن هذا المعرض أيضا بيتوفر فيه أجهزة دفاعية قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية ودورها في إعداد وتأهيل رجل شرطة عصري يمتلك أدواته في الدفاع عن أمن وسلامة هذا الوطن. يمكن هذا المعرض أيضا نقف فيه الآن هو قطاع السجون ومنتجات قطاع السجون للنزلاء، ويساعدنا أن نتعرف أكثر عن معرض منتجات السجون من خلال لقائنا مع سيادة العميد إسلام وهبة مدير إدارة الإنتاج بقطاع السجون. بنرحب حضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني تدينا فكرة كده حضرتك عن هذا المعرض لقطاع السجون وأهم المنتجات المميزة للنزلاء وعرضه النهاردة في هذا المعرض. هو قطاع السجون حضرتك بناء على توجيهات وزارة الداخلية معتمد اعتماد أساسي على إعادة تأهيل نزلائه من السجناء بتعليمهم مهن وحرف تساعدهم على التعايش والتكسب منها عقب انتهاء العقوبة. حريصين جدا سعادتك على ان احنا ندعم بمهن وحرف وصناعات تدعم تساهم في الخدمة المجتمعية من خلال عرض هذه المنتجات من السلع اللي سعادتك شايفها حضرتك وراء في الخلفية. المنتج احنا بنطرحه في الأسواق لنستهدف فيه متوسطي الدخل، بنقدر نساهم في سهام مفروشات خشبية اللي بيتميز بها قطاع السجون من أهم الصناعات اللي عندنا بخلاف صناعات أخرى عديدة بتساهم في الخدمة المجتمعية زائد التخفيف عن كاهل الدولة في الإنفاق عن النزلاء. زي ما حضرتك شايف المنتجات الزراعية المنتجات الصناعية وعلى أساس رأسها المنتجات الخشبية اللي بنقدر ندعم بيها ونحقق بيها قدرة تنافسية عالية تساعد محدود الدخل. لو كلمنا برضو حضرتك عن الحوافز التشجيعية للنزلاء في تقديم هذه المنتجات المميزة والراقية وعرضها أيضا على الجمهور. هو سيادتك الحافز اللي بياخده النزيل مرتبط ارتباط لصيق ووثيق جدا بحجم انتاجه. العائد المادي اللي بيحصل عليه النزيل من خلال انتاجه بيساعده على التعايش خلال فتره محبسه، وممكن يقدر يساعد بيه جزء بسيط من لاسرته في الخارج، بس في النهايه كل ده مرتبط سيادتك بحجم انتاجه ده كحافز وتشجيع ليه على ان هو يتعلم هذه المهنه. شكرك يا فندم. يمكن كما شاهدنا أيضا قطاع السجون بيقدم منتجات مختلفة للنزلاء ويتم عرضه في هذا المعرض للمعدات والأجهزة الشرطية. أيضا هناك منفذ لمنتجات أمان بوزارة الداخلية وعرض المنتجات الاستهلاكية التي تقدمها للجمهور. يمكن معرض المعدات الأمنية والأجهزة الشرطية بيتوفر فيه سيارات حديثة وأسطول من السيارات والمدرعات اللي بيستخدمها رجل الشرطة في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن. أيضا هناك سيارة النجدة المزودة بكاميرات المراقبة وأيضا قوات الحماية المدنية أيضا التي تستخدم أيضا أحدث جهاز روبوت في وفق التقنيات الأمنية العالمية. يعني نستطيع القول أن هذا المعرض للمعدات الأمنية والأجهزة الشرطية يؤكد على ضرورة وقوة وصلابة المنظومة الشرطية المصرية في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن. إليك زميلي. شكرا لك أحمد ممدوح مراسل النيل، كنت معنا مباشرة من مقر أكاديمية الشرطة. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا مغلقا بدعوة من بريطانيا لبحث تجدد المعارك في اليمن. من جانبه جدد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث دعوته للأطراف اليمنية لخفض تصعيد العنف وتجديد التزامهم بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع. جاء ذلك بتزامن مع اشتداد دراوة المعارك بين القوات اليمنية والميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة بالبلاد.
كذلك يعقد مجلس الأمن غدا اجتماعا حول ليبيا، إلا أن العديد من الدبلوماسيين استبعدوا إمكانية تبني القرار في تلك الجلسة بسبب الانقسامات التي ما زالت تباعد بين أعضاء المجلس بشأن الملف الليبي. يأتي ذلك بينما قدمت بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي مسودة قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة تشمل خصوصا متهمات من منظمات إقليمية. وجاء في مسودة القرار التي ما زالت موضع تفاوض في أروقة مجلس الأمن أن الأخيرة يقر نتائج القمة الدولية التي عقدت في برلين في 19 من يناير حول ليبيا، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011. أدان مندوبو 16 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة القوة المفرطة في العراق، مطالبين بإجراء تحقيق يعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر الماضي. يأتي ذلك بينما تواصلت الاحتجاجات وأعاد المتظاهرون نصب خيامهم التي أحرقت في أنحاء العراق سعيا لمواصلة زخم الحراك المناهض للحكومة. في محاولة لمواصلة زخم احتجاجاتهم، أعاد المتظاهرون العراقيون نصب خيامهم التي أحرقت في أنحاء البلاد وسط مخاوف من تصعيد عقب هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد. كانت الناصرية عاصمة محافظة ذيكار بجنوب البلاد قد شهدت إقدام مسلحين مجهولين على اقتحام الساحة المركزية للاحتجاجات المناهضة للحكومة وإحراق خيام المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين، ورد المحتجون بإغلاق جسرين رئيسيين في المدينة. وفي هجوم مماثل قام مسلحون مجهولون بحرق خيام متظاهرين في ساحة الاحتجاج وسط مدينة النجف، ويحاول المتظاهرون إغلاق شوارع وجسور وطرق رئيسية في إطار تكثيف الضغوط على الحكومة للقيام بإصلاحات طال انتظارها، لكن ذلك قوبل برد استخدام القوة من قبل قوات مكافحة الشغب. ووفقا لمصادر طبية وأمنية قتل أكثر من 480 شخصا خلال الاحتجاجات منذ انطلاقها بداية أكتوبر الماضي، وكانت السلطات قد بدأت منذ مطلع الأسبوع حملتها لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بإبعاد جميع الأحزاب والسياسيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة والقضاء على الفساد. معنا للمزيد من المتابعة من العاصمة العراقية بغداد دكتور طارق حرب المحلل السياسي. دكتور طارق، بعد تحية، يعني كيف تقرؤون هذا الطرح من جانب فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من إدانة لاستخدام القوة المفرطة في العراق بالتزامن وبالربط ربما بين الأحداث المتصاعدة حالياً في العراق وتواصل التظاهرات؟ شكرا لك وشكرا لمشاهديك الكرام. طبيعي أن ما يحصل فعلا كما ورد، ثم أن الأمر لم يكن كما يقال نظريا وإنما واقعيا عمليا، بأن يعني ما لا يقل عن 200 شخص عن 200 شخص عن 200 شخص يقتل شهريا. الآن القتلى أكثر من 500 والجرحى بالآلاف. فطبيعي أن الدول الديمقراطية وأوطان الحرية تستنكر ذلك، ترفضه، لا تقبله، وعدم قبولها ورغبتها طبيعي ساعد على عدد المنظمات الدولية التي أكدت على هذا الأمر وقالت أنه لا بد من التعامل مع المتظاهرين والمحتجين بالحسنى، وأنه لا بد من الابتعاد عن القتل، وخاصة ما حصل أول أمس. يعني اجتماع الدول وتقرير ذلك كان بعد ما حصل أول أمس جديد بالناصرية ومحافظة الناصرية، لأن كان المسألة بشعة أكثر بشاعة، ولكن كما يقال المسألة لا تدخل أقطاف الحكومة، بمعنى أن من يتولى القتل والجرح أكثرهم من الميليشيات وليس الحكومة. وكما هو معلوم طيب اتساع دائرة العنف كيف تؤثر سلبا أو إيجابا على زخم الحراك المناهض للحكومة العراقية في هذه المرحلة؟ سريعا بعد إذنك. تزداد الآن لو نظرت إلى وسائل الإعلام العراقية، خاصة وسائل الإعلام اللي نحسبها كما يقال على الميليشيات، تغيرت ألفاظها وعباراتها،
تغيرت استخداماتها، فألغت ما يسمى بالجوكر الأمريكي، ألغت ما يقال يعني رؤساءها صرحوا تصريحات جديدة تقول أن ما يقول به المتظاهرون الجديد من حيث اشتراط شروط معينة في رئيس وزراء جديد، وبالتالي يبدو أن هنالك شيء كبير قد تحقق، لا سيما إذا علمنا أن هنالك غزل أمريكي إيران في هذا الأمر، بمعنى أن هنالك اتجاهات من إيران لبعض الأحزاب الموجودة في العراق بتخفيف وطنها. بالتأكيد الاستقطابات الإقليمية والدولية تفرض نفسها أيضا على المشهد العراقي في الوقت الراهن. أشكرك جزيل الشكر الدكتور طارق حرب المحلل السياسي. في لبنان اعتبر رئيس الوزراء حسن دياب أن إقرار مجلس النواب لموازنة العام الجاري 2020 من شأنه أن يعطي إشارة إيجابية للداخل والخارج. وتزامنا مع اجتماع مجلس النواب في مقره بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، تجددت المواجهات بين متظاهرين رافضين لانعقاده والقوى الأمنية التي أغلقت بدورها كافة الطرق المؤدية إلى البرلمان. بنسبة عجز تبلغ 7% أقر مجلس النواب اللبناني موازنة عام 2020 وسط ظروف اقتصادية صعبة، تراجع معها معدل النمو الاقتصادي إلى 0%. بموافقة 49 نائبا ومعارضة 13 وامتناع 8 نواب عن التصويت، جاء إقرار الموازنة الجديدة في لبنان بعد 6 أيام فقط من تشكيل حكومة حسان دياب التي آثرت الإسراع في تقديم الموازنة مع الاحتفاظ بحقها في التعديل. إن الحكومة لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان المشتركة واكتملت إجراءاتها. انطلاقا من ذلك فإن الحكومة تترك الأمر إلى المجلس النيابي الكريم مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة بعد نيل الثقة. أما المشهد اللبناني خارج البرلمان فبدا مختلفا تماما عما يدور بداخله، فما زالت الاحتجاجات اللبنانية التي دخلت شهرها الرابع رافضة للحكومة الجديدة ومتمسكة برحيل جميع رموز الطبقة الحاكمة في البلاد. هذه الجلسة نحن ما عم نقبل بشرعيتها، نحن اليوم كيف بدنا نقبل برئيس حكومة قبل كان من شي 5-6 سنين من لون واحد، كان بحكومة مقسومة بلبنان، كيف بدي شرع لهم جلستهم يا وزراء تلاميذ بعضهم مع احترامي لهم عن بعض السياسيين، ما قدر يحط وزير إلا ما طلع عند رئيس وطلع استشار جبران واستشار فخامة الرئيس عون واستشار 100 أستاذ يقدر يحط وزير، هذا منه مستحيل. هكذا حددت حكومة حسان دياب فعلياً ملامح خططها الاقتصادية لإنقاذ لبنان، مع ارتفاع الدين العام إلى نحو 90 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي. وتنتظر الحكومة اللبنانية تنفيذ وعود المانحين الدوليين الذين اشترطوا تشكيل حكومة جديدة للحصول على المساعدات المالية اللازمة. وعلى الرغم من جميع محاولات إنقاذ الوضع التي ستتخذها الحكومة الجديدة، يبقى الشارع اللبناني أهم عامل لنجاح تلك المحاولات. أعلنت الصين أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد في العاصمة بكين، في حين ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 106 جميعهم في مدينة ووهان باستثناء 6 حالات. وعلى الرغم من تأكيد حالات الإصابة بالفيروس في بلدان أخرى، فإنه لم تسجل أي وفاة بسببه خارج الصين. في مؤشر قد ينذر باتساع تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، أعلنت السلطات أول حالة وفاة بالفيروس في العاصمة بكين. السلطات أفادت أن الضحية كان قد زار مدينة ووهان بوسط البلاد بؤرة المرض قبل أسبوعين، وبعدها أصيب بحمى وتوفي بسبب مشاكل في التنفس. وتسبب الفيروس في وفاة أكثر من 80 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 2800 آخرين في الصين، رقم يشكك فيه بعض الخبراء مشيرين إلى أن العدد الحقيقي ربما يزيد على ذلك. وفي إجراء احترازي أعلنت عدة دول إجلاء مواطنيها من الصين والتحذير من السفر إلى هناك وفحص جميع المواطنين القادمين من ووهان التي باتت شبه مغلقة، كما فرضت السلطات حظرا شبه كامل على الإقليم الذي يضمها وهو إقليم هوبي. وفي هذه الأثناء زار رئيس مجلس الدولة الصيني لي كيتشيانغ مدينة ووهان، حيث التقى بالعاملين الطبيين في إحدى مستشفيات المدينة.
وتعهد لي بأن تصل شحنات أكثر من معدات الحماية والفرق الطبية من جميع أنحاء البلاد إلى مدينة وهان لمساعدة مستشفيات المدينة على التعامل مع تلك الأزمة. وفي سباق مع الزمن كثفت الصين من جهودها لاحتواء المرض الفيروسي عبر تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة كي يبقى المواطنون من منازلهم وتجنب انتشار العدوى. ويعتقد أن الفيروس كان قد ظهر في سوق كانت تباع فيها الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة. أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ثقته في قدرة الصين على احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد. من جانبه شدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة تعاون الدول كافة لمواجهة الفيروس. حالة من الترقب الحذر تسود الأوساط الطبية العالمية وسط تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أكد ثقته في قدرة الصين على احتواء تفشي الفيروس معربا عن عدم تأييده لمحاولات إجلاء الرعايا الأجانب الموجودين حاليا في الصين وحث الجميع على التزام الهدوء. وفي نيويورك شدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة تعاون الدول كافة لمواجهة فيروس كورونا. منظمة الصحة العالمية تشدد على أن لدينا فرصة لمواجهة الفيروس إذا ما تعاوننا سويا، وقدمت مشورة للدول عن كيفية تحديد ورعاية المرضى بالفيروس وكيف يتمكن الأفراد من حماية أنفسهم وحماية الآخرين. وفي باريس أشار مدير هيئة الصحة العالمية الفرنسية إلى أن عدوى الإصابة بفيروس كورونا تنتقل من مسافة لا تتجاوز المتر، وأن احتمال الإصابة يتزايد مع زيادة فترة الاختلاط بالمصابين بالمرض. ما نعرفه اليوم عن الفيروس هو أنه ينتقل بين البشر لكن من مسافة قريبة أقصر من متر واحد، وهذا يؤكد تحديدنا للخطر. فالسير إلى جانب شخص في الشوارع لا يمثل مشكلة، الخطر يكون منخفضا عندما تقضي قدرا بسيطا من الوقت بالقرب من شخص مصاب بالفيروس، ويتزايد بشكل طبيعي عندما تقضي وقتا أطول بالقرب منه. وفي لندن أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عدم وجود أي حالة إصابة بالفيروس في بريطانيا. نحن ننظر في كل شيء يمكن تقديمه لأولئك الناس في ووهان. لا أريد أن أسبق القرارات التي سنتخذها، يجب أن أقول بوضوح إننا نتخذ كل إجراء لضمان أن الأشخاص القادمة إلى بريطانيا يتم فحصها بشكل مناسب إذا كانوا قادمين من منطقة معروفة أن بها الفيروس. وحتى الآن لا توجد في بريطانيا حالة لشخص مصاب بفيروس كورونا. ويمكن أن يصيب فيروس كورونا الحيوانات والبشر ويسبب مجموعة من الأعراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل النزلات الشعبية الحادة. أخبارنا متواصلة معكم ونتابع بعد الفاصل. زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو يعرب عن رغبته في أن تكون كوبا جزءا من تسوية الأزمة في بلاده. بكم من جديد. وفي أولى وقفتنا في هذه الساعة الإخبارية أخبار المال والأعمال، وتصحبكم في هذه الجولة الاقتصادية الزميلة مجد القاضي. لك مجد. الزملاء ريهام وأحمد، شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية في البانوراما. وفيها
مصر توقع اتفاقيتين للبحث عن النفط والغاز بالبحر المتوسط باستثمارات 332 مليون دولار. مرحبا مجددا. أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار خلال الفترة القادمة على تعزيز التواصل مع الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية مع التركيز على عدد من الموضوعات ذات الأولوية وفي مقدمتها التنمية في صيدا. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة التعاون الدولي رضيا المشاط، حيث تم استعراض نتائج مشاركتها مؤخرا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والاجتماعات الثنائية مع رؤساء وممثلي مؤسسات دولية وعدد من البنوك الاستثمارية الكبرى، بالإضافة إلى مسؤولي شركات عالمية. وقعت وزارة البترول اتفاقيتين جديدتين مع شركة أكسون موبايل باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار لحفر 7 آبار للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط. تتضمن الاتفاقية الأولى حفر 4 آبار بمنطقة شمال شرق العملية البحرية باستثمارات حدها الأدنى 220 مليون دولار. وتتضمن الاتفاقية الثانية حفر 3 آبار بمنطقة شمال مرأية البحرية باستثمارات حدها الأدنى 112 مليون دولار. أعلنت وزارة المالية أنها تستهدف ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية عام 2020، مؤكدة أن ميكنة المنظومة الضريبية تساعد كثيرا في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لأداء الأعمال. وقالت الوزارة أنه تم تخصيص 360 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية لمختلف المأموريات والمقار الضريبية. وأشارت الوزارة إلى أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر 3 مراكز في مؤشر البنك الدولي، وأسهمت في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة. سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا في منتصف تعاملات جلسة اليوم، مدفوعة بعملية بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب، في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء. وتراجع رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 3.5 مليار جنيه، ليصل خلال التعاملات عند مستوى 689.1 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 291.4 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30 بنسبة 0.5%. ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه ما يقرب من 676 محلا شاركت في اليوم الأول لبدء الأوكازيون الشتوي. وذكرت الوزارة أنه من المتوقع وصول عدد المشتركين بالأوكازيون إلى 3000 محل. كانت الوزارة قد أصدرت قرارا هذا الشهر بشأن بدء فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2020 اعتبارا من 27 من يناير 2020 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعا، وأن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار. ألغت بعض الشركات السياحية في أوروبا رحلات إلى الصين، وعرضت على العملاء رد مبالغ الحجز مع تنامي المخاوف حيال انتشار فيروس كورونا الجديد. تأتي خطوات الحد من السفر إلى الصين في أعقاب إغلاق مزيد من الشركات وإبلاغ موظفيها بالعمل من منازلهم للحد من معدل انتقال العدوى. ضربة قوية تلقاها الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بسبب تأثير فيروس كورونا المتفشي في البلاد بالسلب على الاستهلاك والسفر والصناعة. وأجلت مدينة شوزو الصينية عودة ملايين العمال المهاجرين إلى العمل بسبب تفشي الفيروس، وتعد هذه المدينة أحد أكبر مراكز الصناعة حيث توجد بها مصانع لعدد من الشركات العملاقة. وأكدت هذه الإجراءات قلق صناع القرار السياسي من التبعات الاقتصادية المترتبة على تفشي الفيروس، وأعلنت لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية اتخاذ خطوات لمساعدة الشركات المتضررة من هذه الأزمة. وأوضحت اللجنة أن هذه الشركات ستتلقى الدعم من خلال بعض الإجراءات، مثل الحصول على تخفيض مناسب لأسعار الفائدة على القروض
وتحسين ترتيبات سياسات تجديد القروض، فضلا عن زيادة قروض الائتمان والقروض متوسطة الأجل. ويشكل توقيت تفشي كورونا تهديدا ذا شقين على قادة الصين الذين يخضعون لضغط عالمي لمعالجة أزمة الفيروس. فلم تتفجر هذه الأزمة خلال رأس السنة الصينية الجديدة التي يزور أثناءها المليارات الصين فحسب، بل تتزامن هذه الأزمة أيضا مع تعرض الصين لأدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ نحو 30 عاما. وذكرت وزارة النقل الصينية أن معدلات النقل بالسكك الحديدية هبطت بمقدار 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما انخفضت رحلات الركاب بحوالي 42% إلى جانب انخفاض حركة النقل بوجه عام في أنحاء البلاد بحوالي 29%. ويثير فيروس كورونا الجديد الذي دفع الصين لفرض قيود على السفر يثير الذعر في قطاع السياحة الأسيوي الذي يزداد اعتماده على تنامي أعداد الزوار الصينيين، في حين لن تشعر أوروبا على الفور بتأثير الفيروس على السفر نظرا لأنها ليست حاليا في ذروة موسم السياحة الوافدة من الصين. نهاية أخبار الاقتصاد في البانوراما، عودة إلى القراءة السياسية مع زملاء أحمد فؤاد وريهام رجائي، فإليهما. شكرا مجدة. أعرب زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو عن رغبته في أن تكون كوبا جزءا من حل الأزمة في بلاده. جاءت تلك التصريحات عقب لقائه مع وزير الخارجية الكندي في أوتاوا، حيث اعتبر أن الخطوات التي اتخذتها كندا مع عدة دول بما فيها كوبا تعد إيجابية من أجل التوصل إلى حل والسماح بانتقال سريع في فنزويلا. من جهته تعهد وزير الخارجية الكندي بالتحاور مع كوبا، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى إعادة إحلال الديمقراطية وحقوق الإنسان في فنزويلا عبر انتخابات مبكرة. أنهت تركيا عمليات البحث عن ناجين من الزلزال الذي وقع يوم الجمعة، وذلك بعدما انتشل عمال الطوارئ جثة شخص أخير كانوا يبحثون عنه تحت أنقاض مبنى منهار، ليرتفع بذلك عدد قتلى الكارثة إلى 41 شخصا. وقالت الحكومة إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة أودى بحياة 37 شخصا في إقليم ألازيغ، كما تسبب في مقتل 4 آخرين في إقليم مالاطيا المجاور. تواصل فرق الإنقاذ التركية محاولات انتشال أشخاص من تحت الأنقاض في مدينة ألازيغ شرق العاصمة أنقرة بعد الزلزال الذي أصاب المدينة وبلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر. وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قال إن أكثر من 1600 شخص أصيبوا ولا يزال 86 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات، لكن لا توجد حالات خطيرة بينهم. وحذرت السلطات السكان من دخول المباني المتضررة خشية انهيارها وخشية الهزات الارتدادية، مما ترك الكثير منهم بلا مأوى في المنطقة التي انخفضت درجة الحرارة بها إلى 6 درجات مئوية تحت الصفر. ولتركيا تاريخ من الزلازل القوية، ففي أغسطس من عام 1999 لقي أكثر من 17,000 شخص مصرعهم عندما وقع زلزال بقوة 7.6 درجة في مدينة إزميت جنوب شرقي إسطنبول. وفي عام 2011 أودى زلزال وقع بمدينة فان بشرق تركيا بحياتي أكثر من 500 شخص. بانوراما نيل مستمرة معكم، نتابع فيها المزيد بعد الفاصل الرياضي. ومن أبرز أحداثنا: نجاح كبير للنساء، نساء أردنيات في إدارة مشروع لإعادة تدوير النفايات الصلب. Thank you.
شاركت مجموعة من النساء بإحدى القرى الأردنية في برنامج لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بالقرية. وتحصل النساء في مقابل العمل في هذا البرنامج على حافز نقدي يبلغ نحو 310 دولارات شهرية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائية، ما يساعدهن في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال القيام بهذه المهمة. طرق مختلفة اتخذتها دول العالم لتشغيل مشاريع إعادة التدوير، فعملية إعادة تدوير المخلفات لها فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة جدا. ففي الأردن احتلت قرية منطقة الأغوار الأردنية الصغيرة موقعا رياديا في برنامج ناجح لإعادة تدوير المخلفات الصلبة. سعادة محمد مواطنة من بين 60 امرأة يعملن في مركز الفرز الذي يعد جزءا من برنامج لتحسين إدارة النفايات الصلبة في الأردن. سعادة إحدى العاملات تستيقظ كل يوم بعد الفجر مباشرة وتنطلق للعمل من منزل إلى منزل سيرا على الأقدام في قريتها الصغيرة بغور الأردن لتلتقط القمامة كي يتم فرزها وإعادة تدويرها. المبادرة التي تديرها النساء نجحت في إعادة توظيف واستخدام أكثر من 100 طن من النفايات منذ انطلاقها قبل عامين، حيث كانت النساء في القرية يرفضن فكرة العمل في جمع القمامة، ولكن بعد دورة تمهيدية في المشروع تزايد عدد المهتمات بالمشاركة في المشروع الذي أصبح مصدرا للدخل لهن. السكان وأصحاب المتاجر في جميع أنحاء المدينة بدأوا في فرز قماماتهم لمساعدة هؤلاء النساء، وبعد تجميع القمامة يجرى نقلها إلى مستودع ليتم فرزها ثم ضغطها في مكعبات لبيعها. وفي الوقت الحالي تحصل النساء على حافز نقدي يبلغ حوالي 310 دولارات شهريا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائية، حيث أن الهدف المنشود للمبادرة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال بيع النفايات. وأصبح الأثر البيئي للمبادرة واضحا، إذ يقول السكان إن القرية صارت أكثر نظافة وأمانا للأطفال أثناء اللهو واللعب. وآخر محطات جولتنا عناوين أبرز أحداثها. اجتماع في واشنطن اليوم بمشاركة وزراء الخارجية والري من كل من مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. اجتماع اليوم لمجلس الأمن بدعوة من بريطانيا لبحث تجدد المعارك في اليمن. وباء كورونا يواصل تفشيه في الصين، وبكين تسجل أول حالة وفاة، والسلطات الصحية تتخذ إجراءات استثنائية للسيطرة على الفيروس. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.